سالي، اخبار كثير عم يتم تداولها يوميا على مواقع التواصل الاجتماعي، كثير منا عم بيكون بمثابه الاشاعه والقليل منا صحيح في حال ذكر المصدر. لنعرف اكثر عن اجراءات وزاره التجاره الداخليه وحمايه المستهلك، معنا عبر الهاتف الاستاذ جمال شعيب معاون وزير التجاره الداخليه وحمايه المستهلك. يسعد صباحك استاذ. صباح الخيرات، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ جمال. معنا استاذ جمال معكم تفضلي. بالبدايه استاذ جمال، خلينا نعرف اكثر، يعني مثل ما بنعرف ضجه مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بقصه الخبز الذي سيوزع عبر البطاقه الذكيه، عن كميات الخبز، عن طريقه التوزيع، وفي حال شخص ما نو مؤهل، يعني ما معه بطاقه، ما نو متزوج، شو الاجراء؟ هل توزيع الخبز صحيح سيكون عبر البطاقة الذكية؟ لأنه مثل ما بنعرف إشاعات كثير، في منهم بيقولوا لا التغت الفكرة أو نفذت بطريقة أخرى. يا ريت نعرف منك التفاصيل بدقة. هلا البطاقة الإلكترونية هي اعتمدناها كنا سابقا على توزيع المواد المقننة، هي السكر والرز. بالإضافة هلا نحن عم نعتمد نحن على بيع مادة الخبز المدعومة من قبل الدولة. هالمادة العملية هي بحق له للمواطن، في ممكن ياخذ من مباشرة من الفرن او من قبل المعتمد الموجود عنده بالحي. يعني احنا عندنا 780 معتمد بدمشق، تم توزيعنا على كافة احياء دمشق. بالاضافة هي 780 نقطة بيع، هي الفكرة، هي 780 هي عبارة عن الافران، نقاط بيع الافران، بالاضافة للسوري للتجارة، بالاضافة للاكشاك أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بالإضافة للمعتمدين أشخاص لهم اعتباريين، هدول الموزعين بالأحياء لتأمين مادة الخبز للإخوة المواطنين. هلا كل مواطن فيه ياخذ عن طريق البطاقة الإلكترونية تبعه قد ما بده ربطة ربطتين، معه حد الأعلى لأربع ربطات يوميا، مثل ما كنا سابقا كنا نعطي الحد الأعلى أربع ربطات يوميا. هلا في المواطن ياخذ قد حاجته ربطة، قد ما بده ربطة ربطتين ثلاثة أربعة يوميا. هلا اذا كان ما معه بطاقه، ممكن يكون اي شخص ما معه بطاقه، عن طريق المعتمد بيعطيه مباشره، المعتمد اعطيناه نسبه 10% لهيك حالات الخاصه اللي ممكن تعترض عمليه توزيع الخبز. يعني اي مواطن ما معه بطاقه ممكن ياخذ عن طريق المعتمد، بيعبي بس حط اسمه ثلاثي ورقمه الوطني، وفي جدول بتعبى هو عنده، بصير نحن بيرسل المعلومات هي للشركة المحروقات، نحن بنعطيه بعدين بطاقة لاحقة لو كان غير متزوج او عزاء او يعني او عسكري او اي يكون مرتبط. نعم. مثلا اهله مسلم موجودين بمحافظة ثانية، هو موجود هون بدمشق، او ممكن نعطيه خبز ياخذ حاجته من الخبز. ما عندنا اي مشكلة للاخوة المواطنين كافة، نحن بنقدم لهم مادة الخبز. نعم استاذ جمال، بالنسبه لموضوع البنزين، هل هو عن طريق البطاقه الذكيه ام حر؟ شو الاجراءات عم بتكون؟ نحن البنزين ما عندنا علاقه فيها، وزاره النفط بتوزعه. المحروقات عن طريق اللي عم يصير عن طريق البطاقه الالكترونيه بالمحروقات، وفي سعر حر وفي سعر مدعوم. شركه محروقات عم تبيع الماده، في له مخصصات معينه للمدعوم، وفي فوق المخصصات تبعه ممكن يشتريه بالسعر الحر. نعم. بالنسبة للمواد التموينية استاذ جمال، كالرز، كالسكر وغيرها من المواد، وايضا الزيت، الشاي، في اجراءات جديدة تم اتخاذها من حضرتكم ولا هي ذاتها عبر البطاقة؟ هي نفسها الاجراءات، نفسها، بس عم نحاول نساوي توسع افقي، بالصالات السورية للتجارة وفتح صالات جديدة لتخفيف الازدحام على هالصالات هي، بالاضافة للسيارات الجوالية اللي عم تقوم فيها، وبالإضافة إلى المؤسسات الحكومية رح نفتح فيها صالات لتأمين الأخوة الموظفين من المواد الغذائية، بالإضافة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية كمان دعمناهم بأجهزة لتقديم هذه المادة كمان لهم. نعم. الأستاذ جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، شكرا كثير لك، كنت معنا باتصال هاتفي، شكرا كثير. شكرا لك أستاذ جمال.